لعبت كرة شراب زي الناس عادي. أنا من طنطا، من بلد أرياف جنب طنطا، فنجرين من نجري. وبعد كده لعبت كنت بلعب عادي في الشارع مع أصحابي. وبعد كده رحت لعبت في بسيون فترة سنتين ولا حاجة، أنا عندي 12 سنة. وبعد كده رحت مقاولين طنطا، وربنا كرمني وجيت من مقاولين طنطا على هنا على طول. يعني بيتنا عيلتي زي أي عيلة، يعني والدي الحمد لله، والدتي عايشين، وأخويا برضو وأختي، عادي عايشين حياتنا عادية طبيعية يعني زي أي ناس. مستوى أنا مش عالي قوي والحمد لله لحد دلوقتي برضو مش عالي قوي وكده أحسن. ف على قوي ولا بنكذب؟ لا لا والله عايشين حياتنا بسيطة يعني، مش ما فيش أي حاجة. بس والدي كان مهتم بالموضوع جامد قوي، كان هو اللي دايما معايا. كنت عشان كنت ما كنتش بعرف اسافر وانا عندي 14 سنه، كنت لسه يعني لسه صغير وكده، كان هو دايما بيسافر معايا معظم الوقت. وبعد كده بجد بعد فتره هو قال لي خلاص يعني انت لازم بقى تروح انت لوحدك وكده. كنت بروح اجي كل يوم 4 مرات او 5 مرات في الاسبوع. كان عندي هدف ان انا ابقى لعيب كبير، بتمنى ان ربنا يكرمني الفتره الجايه واقدر اظهر بشكل احسن من اللي انا فيه دلوقتي. هي بتبقى نقطه ومرحله جديده في حياتك انك تروح منتخب اول، حتى لو تجمع واحد، حسب ما انت بتستغلها او حسب ما انت موفق فيها يعني. فالحمد لله كنت موفق فيها يعني. كان حلم عادي كاي حد يلعب في الاهلي او في الزمالك فريق اول. بس هو انا كنت خلاص يعني اللي هو كنت رايح الزمالك، بس في كلام في كلام هو ده اللي عارف، في كلام ان انا كنت رايح الزمالك وكده. بس هو هناك الناس في الزمالك قالوا لا، او قالوا لسه شويه على ملعب في الزمالك. فربنا كان اكرم في الفتره دي، كان جات لي بازل بس. فانا رحت اضطريت ان انا اروح بازل. لعيب يبقى محتاج، مش محتاج حاجه غير انه يبقى مهتمين بيه بس من ناحيه النادي ومن ناحيه المنتخب. فالناس بصراحه كانت بتكلمني قبل الجايزه وبعد الجايزه، كلموني باستمرار، والناس مهتمه قوي وبيكرموني. فده حاجه بتبسطني يعني، حاجه بتحسك انت لعيب كبير يعني. اللعب هناك سريع جدا، واهم حاجه انك تبقى مركز بس في كل الوقت يعني. هناك الطبيعه بس هو بيهيئك انك تلعب كوره، بس مش عايز منك حاجه انك تلعب كوره. انما هنا ممكن تدخل في بعض المشاكل، ما بيهيئكش التهيئ الكامل انك تلعب كوره بس يعني. سايبها على ربنا، اهم حاجه اجتهد وكل حاجه جت لوحدها يعني. انا ما كنتش حاطط في دماغي ان انا احترف ولا موضوع بازل ده، بس هو الواحد شويه تعب بس وربنا اللي بيوفق يعني. اتمنى ان اكمل، اتمنى ان ما ارجعش تاني مصر يعني الفتره دي خالص. محليا انا بحب كابتن بركات جدا، كابتن ابو تريكه جدا. بتمنى اكسر القاعده دي، وبتمنى ان انا اروح نادي من الكبار دول، وربنا يسهل ان شاء الله الواحد يتعب على قد ما يقدر. بتمنى اكسر القاعده دي، وبتمنى ان انا اروح نادي من الكبار دول، وربنا يسهل ان شاء الله الواحد يتعب على قد ما يقدر. بتمنى اكسر القاعده دي، وبتمنى ان انا اروح نادي من الكبار دول، وربنا يسهل ان شاء الله الواحد يتعب على قد ما يقدر.